لها نرزف لها نرزف نرزف لها نرزف لها نرزف يا بلادي نرزف لها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف لكم نموذج مميز وناجح في مجال عمله. كفاءة اليوم هي كفاءة إماراتية، رجل رغم دراسته الهندسة الميكانيكية ورغم صغر سنه ورغم أيضا أصوله العريقة والرائدة في مجال البزنس، فهو أحد أبناء عائلة الخوري المعروفة بالإمارات، إلا أنه اختار لنفسه طريقا آخر. اختار أن يبني نفسه بنفسه، تمرد على العادي، متطلعا إلى الأفضل، مكسرا جذور المستحيل ليحلق بجناحي الثقة في دروب النجاح. تميز في عدة أعمال وأنشأ عدة مشاريع. اليوم كاميرا كفاءات الإمارات شرفت بهذا اللقاء مع أستاذ علي الخوري، أو خلينا نقول مهندس علي الخوري، صاحب ومدير صالون ذا ون للرجال. أستاذ علي، أهلا بحضرتك معنا في كفاءات الإمارات. اهلا يا وفاء، ومشكورين على الاستضافه، وشكرا على المقدمه الجميله صراحه، يعني احرجتيني، ويا مرحب فيكم في ذا ون سبا، ونتشرف فيكم ان شاء الله. المشاهدين، من هو علي، وكيف كانت بداية حضرتك سواء العلمية أو العملية أيضا؟ نعم، نفس ما قلتي، مهندس كيميائي بالأحرى، تخرجت من المعهد البترولي أبوظبي، شهادة الهندسة الكيميائية، والتحقت بعدها مباشرة بأدنوك اللي هي حاليا أدنوك البرية كمهندس كفاءة. من هناك بدأنا نشوف شو الخيارات الإضافية اللي ممكن نشتغل عليها، يعني هل أكمل الماجستير ولا. فكان الخيار على CMA Certified Managerial Accountant، والحمد لله حصلت عليها، ويعني كانت هي تقريبا القاعدة لي حق بدء في مجال الاستثمار أو البزنس، خلينا نقول في ريادة الأعمال. عظيم. طب خليني أسأل حضرتك، يعني حق دارس هندسة كيميائية، صحيح، يعني مجال معقد جدا، حضرتك برضو من عائلة ليها البزنس الخاص بيها ومتفرع البزنس الخاص بالعائلة وبالوالد، طب والد حضرتك بأكثر من مجال، ليه اخترت ان انت تنفرد وتقيم بزنس خاص بيك انت، او لاين، خلينا نقول لاين خاص بيك انت؟ نفس ما انا قلت لك قبل اللقاء هذا، ان الفرص كانت كثيرة، وعلى كثر الفرص اللي واحد يشوفها يعني في الامارات، صعب انه ما يتخذ القرار زين ويتشجع انه يفتح يعني شيء في، يعني يبدا، خلينا نقول، في مجال رياده الاعمال. فالفرص كانت كثيره،
والتسهيلات كذلك، يعني الحمد لله رب العالمين قادتنا يعني مش مقصرين ابدا. سيدي سمو الشيخ خليفه بن زايد بدعا من محمد بن زايد الله يحفظه، وكذلك الشيخ محمد بن راشد بصفته يعني بادارته لمجلس الوزراء. فكل القرارات سواء على الصعيد المحلي في اماره ابو ظبي او الصعيد يعني الاتحادي يعني كلها مشجعه وكلها كاجراء سهله جدا، يعني ما في صعوبات. التحديات في البدايه خلينا نقول تحديات اكبر من ما هي تكون شخصيه اكثر من ما هي تخص بيئه الاعمال. فالجو كان يعني مناسب جدا، البيئه كانت مساعده، وبدينا الحمد لله. يعني انا اول بداياتي ما كانت في ذوان السبا، كانت في مجال ثاني. فعندي كذا مجال الحمد لله نفس ما شرحت انت. ليش؟ يعني بالاخير انا مستثمر او خلينا نقول رائد اعمال، وين انا اشوف الفرصه ادخل فيها، عرفتي كيف؟ والحمد لله رب العالمين. خلينا نتكلم عن الفكرة، كيف جاءت الفكرة، واحكي لنا او نسترجع سويا كواليس البداية. جميل. الفكرة من البداية كانت مع شريكي محمد، ان نحن كيف نقدر نسوي سبا بطابع الفنادق ولكن يكون في مكان يعني كاجوال، يعني في شوارع ابو ظبي خلينا نقول، بدون يعني ما انت تدخلين يعني مكان بعدين بدون الرسميات الزايده. بالضبط. فكانت هاي الفكره الرئيسيه، ان اقدم انا الخدمه هاي الفايف ستار في مكان كاجوال. وبدأنا الدراسه ومنها انطلقنا يعني الحمد لله. كانت بدايتنا صغيره ومع الوقت الحمد لله يعني توسعنا. طب احكي لنا عن الصعوبات اللي واجهت حضرتك وشريكك استاذ محمد في البدايات او بدايه التاسيس، كيف كانت وكيف كانت البدايات عامه، من مردود من ردود افعال حتى الكاستمرز اللي بيجوا لحضرتكم. زين، نفس ما قلت لك البدايه كانت يعني الحمد لله مدروسه. الصعوبه خلينا نقول الاكبر او التحدي اللي واجهت يعني بالاخص شريكي محمد، ان يعني كانت يعني بعد اول شهرين تقريبا استلمت رساله من الخدمه الوطنيه، يا علي احمد الخوري تعال التحق. ما شاء الله محظوظ. صحيح. فانا كلمت شريكي محمد قلت له يعني هذا شرف ما اقدر ارد انا يعني حاليا، فاسمح لي لازم انت تكمل الحين. يعني نحن كنا مقسمين الشغل بيننا، نحن يعني بعض الاشياء هو يمسكها بعض الاشياء انا. فقلت له خلاص انت الحين كل الكل بالكل، انت بتدير كل شيء وسنه كامله. فكانت هاي اول سنه واصعب سنه، والحمد لله يعني محمد ما قصر وطلعت انا. يعني طبعا انا داخل هنا اول 4 شهور ابدا ما في ولا وسيله تواصل، ما في الو سوينا كذا هذا كذا، ما في. فهو لحاله كان، والحمد لله يعني واجه بعض الصعوبات الماليه، بعض يعني الصعوبات الاداريه خلينا نقول كاوبريشن، بس الحمد لله يعني. ومن ينقله هو فريق العمل. خلينا نتكلم اكتر عن فريق العمل اللي بيشتغل مع حضراتكم، ومن عددهم وكيفيه اختيارهم، وايضا اهم الاسس اللي اخترتوهم على اساسها. جميل. هو يعني كإدارة يومية day to day operation محمد هو على رأس السبا خلينا نقول. بعدين عندنا تدريج وظيفي، عندنا مدير مشرف نسميه، وتحته اللي هو سوبرفايزرز. كل قسم عندنا قسم السبا، قسم الصالون، قسم الحمام، كل قسم له مشرف خلينا نقول. وبعدين الموظفين اللي هم اللي نسميهم ثيرابيست، اللي هم يسوون الخدمات يعني يقومون بالخدمات. كيف نختارهم؟ يعني كل خدمه حسب متطلباتها خلينا نقول. يعني اذا شفنا مثلا قسم المساج، نحن ما عندنا موظف الا لازم يكون سيرتيفايد، عنده شهاده معتمده في التدريج. مش الخبره بروحها ما تكفي. صحيح. ليش؟ لان نحن نبا يعني نبدا كل شيء او نقدم خدماتنا على اسس علميه وبطريقه احترافيه، ما نبا يعني فقط مسمى استرخاء او هذا وخلاص، لا. يعني نبا يعني
أقصى درجة من الاحترافية. يعني بتختار ما بين الكفاءة وأيضا الدراسة بالضبط والخبرة والطعم. أكيد عظيم. بدون شك صحيح. طيب لو تكلمنا عن الخدمات هناخدها مع حضرتك بشكل سريع، وأيضا أنا زين. يعني هيكون لنا فيها لقاء مع أستاذ محمد إن شاء الله. بس خلينا ناخد في عجالة من أهم الخدمات اللي بتقدموها داخل هذا الصف. عندنا يعني هي بشكل عام خلينا نقول العناية الشخصية بالرجل، من صالون الحلاقة، من خدمات التدليك، من الحمام يعني الشرقي بشكل عام خلينا نقول، ومنها تقليم الأظافر والرجلين وبعض الخدمات الثانية من الاستكراب وغيره. لو شفنا مثلا كتدليك نفس ما شرحت لك، نحاول ما نقدم خدمة عادية، نحاول كل شيء يكون مدروس بداية بالموظف معتمد وعنده شهادة، بعدين الخدمة نفسها المواد اللي يستخدمها يعني كزيوت، ما نستخدم زيوت عادية، نستخدم زيوت طبيعية، كل زيت له فائدة معينة حق الشخص، يعني اختيار الزيت بعد ما يشرح حق الزبون يعتمد على احتياجه لساعة التدليك هاي، وعلى خلنا نقول نوع البشرة، وكذلك يعتمد على مرات على المود، يعني عرفت كيف؟ مثلا يقول لا ما ابغى شيء يفيدني وابغى شيء ريحته حلوة مثلا. فهذا وعندنا خدمة جدا مميزة وربحنا فيها جائزة الحمد لله الحين اللي هي من مؤتمر الشرق الأوسط للجمال. هتكلم مع حضرتك عن هذه الجائزة، يعني احكي لنا كيفية دخول هذه المسابقة والمميزات. يعني زين. مجال المنافسة في الصالونات العناية بالرجال أصبحت عن الأول كتير متواجدة وأصبحت المنافسة عليها. صحيح. ما الذي ميزكم كصالون زوان للعناية بالرجال للحصول على هذه الجائزة وأيضا على التميز وسط هذه المنافسة؟ شوف، الجائزة ما تخص ذوان السباق بشكل عام، ولكن تخص خدمة واحدة من عندنا اللي هي خدمة الحمام الإماراتي. هذا خدمة جديدة. نعم جديدة بالضبط، وعندنا الحمد لله براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويعني أطلقناها من فترة قريبة، يعني مش أول ما بدينا، كانت يعني جزء من يعني قسم عندنا البحث والتطوير الحمد لله رب العالمين. وبعد ما نزلناها وبعد الاعتراف من الوزارة يعني شفنا اقبال الحمد لله يعني اكثر من المتوقع. المستقبل في الإمارات، يعني نحن
لو اشرح شويه يعني ارجع اشرح نحن كيف بدينا. قلت لك نحن بدينا صغار، كان يعني 4 غرف، مكان صغير ومكان استقبال الريسبشن صغير. بدينا شوي شوي الحمد لله مع النجاح نتوسع، بدينا جبنا ترك، بعدين وسعنا صالون الحلاقه، بعدين وسعنا الصالون نفسه الحمد لله، وبعدين اطلقنا الهويه الاعلاميه الجديده، البراندنج الجديد. كل هاي كانت مراحل التطور. شو اكثر نقدر نسوي؟ دخلنا بعدين في الفرنشايز، تعاوننا الحمد لله مع واحد من افضل المستشارين للفرنشايز في الامارات. يعني نحن شفنا ان نوسع عن طريق الفرنشايز افضل، ما نفتح نحن يعني شخصيا في دبي والعين والشارجه، ولكن يكون عن طريق الفرنشايز. فنفس ما ذكرت تعاوننا الحمد لله مع واحده من افضل الشركات في الفرنشايز، ويعني كان الشغل كبير، درسوا الفاينانشلز عندنا، درسوا الاوبريشن، كانت في جلسات كبيره وحوارات كثيره، وجهزنا اخر شيء للفرنشايز ستراكشر الحمد لله. ف وحسب الدراسه اللي يعني سويناها مع بعض شفنا الافضل حاليا ان نتوسع يعني داخل الامارات. لو اردنا منك كلمه للمستثمرين الجدد داخل دوله الامارات. بدون شك اكسبو فرصه كبيره جدا، يعني سواء المستثمرين الصغار او الكبار. فنصيحتي للمستثمرين، خلينا نقول الصغار لنفسنا هنا، ان نفس ما ذكرت في البدايه الفرص كبيره، ومع اكسبو كذلك الفرص اكبر. يعني على سبيل المثال وايد من الشركات اللي كانت واقفه توظيف الحين تدخلي على مواقع التوظيف بتشوفين يعني نزلوا الشركه الواحده تنزل اكثر من 30 وظيفه جديده، عرفتي كيف؟ السوق بدا يتحرك اوريدي. يعني اول يوم اكسبو قلنا بسم الله والحمد لله رب العالمين، يعني شفنا الشيء هذا. فما بالك 6 شهور قدام بنشوف ان شاء الله اشياء يعني كبيره، والسوق بينتعش ان شاء الله تعالى انتعاش يعني كبير. فرصه لازم ما تتفوت، ولكن لازم تكون كل خطوه مدروسه. يعني نفس ما قلنا يعني البيئه تساعد، القوانين تساعد، مع الدراسه الصحيحه واول خطوه ان شاء الله تكون يعني ناجحه بإذن الله تعالى. طيب أستاذ علي، كما حضرتك تعلم الدور اللي بيقوم به شيوخنا محكمنا أدامهم الله وعلينا نعمة، من توفير نعمتي الأمن والأمان والاستقرار، أضف إلى ذلك أيضا توفير المناخ المناسب والجيد والخصب للاستثمار وجذب المستثمرين. لو أردنا من حضرتك، خاصة ونحن مقبلين على أعياد الاتحاد ونحن نحيا حاليا إكسبو 2020، لو أردنا منك بطاقة شكر لشيوخنا محكمنا. بدون شك الأمن والأمان بفضل الله أولا وبفضل قادتنا ثانيا. هذا شيء بدأ من أحد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، اللي هو يعني علمنا مبدأ التسامح، وكذلك مبدأ مشاركة الكل في البناء، ومبدأ العطاء. فكل هالأشياء اللي علمنا اياها الوالد الله يرحمه اسست لبيئه الامن والامان الحمد لله رب العالمين. فاكيد والقاده يعني وصلوا النهج هذا، الله يحفظه سيدي سمو الشيخ خليفه بن زايد واخوانه الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد. هذا شيء نحمد الله عليه ونشكره، يعني نعمه كبيره ودافع كذلك كبير لنا ان نواصل ونشوفهم قادتنا يعني كمثل أعلى لنا. فرصة خلال برنامجنا تذكر لنا هذا الشخص وتوجه له رسالة شكر مباشرة. بدون شك هم شخصين، الوالد والوالدة الله يحفظهم، يعني هم كانوا أول الداعمين من أيام الطيش، من أيام يعني كنا صغار وكنا نحاول نسوي بزنس وكنا يعني نفشل الحمد لله رب العالمين، بس يعني هذا ما منع أنهم يكونون معانا على طول الطريق. فخلال شاشتكم أحب أشكرهم،
وبالنهاية شكرا جزيلا للاستضافة، أنا اللي استمتعت باللقاء، مشكورين على الدعم، وشكرا جزيلا مرة ثانية. مرحبا فيكم بذا وان سبا. أنا محمد كشور من سوريا، مدير التسويق وشريك في ذا وان سبا. ذا وان سبا هو كان حلم صغير بديناه من 5 سنوات تقريبا. بدينا بعدد بسيط جدا من الموظفين، والحمد لله وصلنا لتقريبا 35 موظف في اليوم ب 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي عطتنا كل القوة وكل الدعم لأنه نصل لهالمرحلة هاي. ذوان مختلف في كل أشكال الخدمات اللي بيقدمها، إن كان بالكرياتيف أو النيو سيرفيس اللي قدمناه من الحمام الإماراتي، المساج بدهن العود، المساج بالمسك، صار عندنا حتى حمام بدهن العود وحمام بالمسك، شيء مش موجود في أي مكان للرجال. طبعا ذوان هو للرجال فقط، والسلوغان تبعنا للرجال عناية خاصة كذلك، وبيستحقوا. ذوان حاليا بيقدم خدمات في البيت، بيقدم خدمات في التراك، كل شيء ما يخص الرجال، إن كان حلاقة، إزالة الشعر، تنظيف البشرة، حمام تركي، حمام مغربي، والحمام الإماراتي اللي حكينا عنه قبل شوي السبيشال، كل أنواع المساج باحترافية عالية جدا، كل العناية في بالنسبة للأقدام لتقليم الأظافر، والعناية في الأقدام والإيدين. ذوان سبا من الصالونات القليلة اللي أخذنا ثقة الزوجات والأمهات. بما يعني نحن عندنا فوتشرات، الزوجة بتتصل علينا بتشتري هدية لزوجها، بتقدم له إياها بمناسبة أو بشكل معين، وفرنا لك كل الطرق أنه هي تقدر تشتري عن طريق الأونلاين بدون ما تحضر، بدون ما تكلمنا حتى. ذوان is the brand now في أبوظبي، وإن شاء الله قريبا في كل الإمارات. مرحبا فيكم، إذا بتحبوا تزورونا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكون فوق التوقع بالنسبة للخدمات والكواليتي. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها.